صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح التسهيلات. اليوم صبحت عليكم سندويتشات الفاهيتا، يجوا شويه غاليين في المطاعم والتحضير تاعهم في الدار هين وسهل، وصدقوني يجي بنين ويجي معسل ويجي خير من تاع برا. ونرفقوه مع واحد البطاطا يا جماعه صحيه 100%. نجهزوا له الكوزينه باش نعطي لكم كامل الديتاي. الوعاء تاعي نقول بسم الله ونحط 300 غرام تاع الفرينه، نضيف عليها الخميره الفوريه، وعندي منها مغرفه ممسوحه هكذا في زمان سخانه. نضيف عليها رشه تاع السكر، ونضيف عليها الزيت، وعندي من الزيت 5 مغارف هكذا، ونجمع بالماء الفاتر يكون دافي فقط. نقول بسم الله. هذه المرحله بعد ما درت الماء وحركت الخميره مع السكر والزيت، نجي ونضيف الملح، وعندي من الملح مغرفه صغيره ممسوحه. نقول بسم الله. ضروري نتحصل على عجينه طريه، ولكن ما تلاصقش بزاف، نرطبها فوق سطح العمل، نديرها كره ونحطها تتخمر. كيما شفتوا معايا قطعت البصل المكعبات مي فريمون رقاق، وقطعت صدر تاع دجاج كانا مربعات رقاق. ضروري نحط البصل يتقلى حتى وين مي فريمون يولي كاراميليزي. بسم الله. كيما راكو تشوفوا البصل كاراميليزي، وهذا هو سر البنه. ما درت لا توابل ولا ملح، بمجرد ما نحط صدر تاع دجاج اللي قطعناه مكعبات في الوسط، نجي ونضيف الملح، نروح غير بالمهل في المحل في الملح، ونضيف تشكيلة التوابل. عندي تابل الدجاج، عندي أعشاب عطرية إيطالية، شوية تاع الملح هكذا، أوب، ونقلي. هنا كما راكو تشوفوا الجلد ديالي طاب، الريحة راهي تشهي. نجي ونضيف الكريمة الطازجة هكذا، نقدروا نزيدو مام جبن ابيض هكذا. يا انا مانيش رايحه نضيف جبن ابيض، وانما حبيت نزيد لاموزاريلا هكذا. نجي ونضيف لاموزاريلا، حتكون اضافه هايله. وكيما على بالنا بلي الموزاريلا السعرات الحراريه تاعو ناقصه هكذا.
وباش نرافق السندويتشات تاعي ويكونوا مشبعين اكيد نجي وناخذ هنا 3 حبات بطاطا متوسطين، نغمرهم بالماء ونرفعهم يطيبوا نص طياب. هكذا بارد في بارد. البطاطا ديالي كيما تفاهمنا طابت 80%. نجي ناخذ اون فيغين او ميم طون غير طيب، نخليها تستقطر تماما ونحطها في ورق زبده غير باش نديروا لها اون ماريناد بزاف بنينه. ندير هكا كنقولوا زوج مغارف زيت، ما درناش الملح اذا راكم مركزين معايا. ندير الملح اللازم هكا باش نخرجوا البنه اللي فيها، ونجيو ندير اعشاب عطريه، تقدروا ديروا الزعتره، ندير كل حاجه شويه شويه، شويه تاع البابريكا، شويه تاع بودره الثوم، شويه تاع تابل الدجاج، وشويه تاع الفلفل الكحل، وفقط نحرك ونجيب ان بانسو وندهنها. دوكا خديت المقله ديالي، ندير فيها شويه تاع الزيت وشويه تاع الزبده. الناس اللي حبت البطاطا غير نتبلوها، تحطها في كوشه على 200 درجه وتخليها تتحمر لها ذلك. انا ما حبيتش نشعل الكوشه دونك نقليها هنايا. واحد الريحه يا جماعه تشهي، وفقط بنينه بنينه يتطلع، وبطاطا راهي تجي فوندونت لداخل ومن برا تقرميشه خفيفه، صدقوني روعه. حضرنا كامل لي زيتاب، الخبز تاعنا طاب بالطبع، ماشي لازم يولي بالون، ليسونسييل تشمعوه من الجهتين، والدجاج صدقوني دقتو توب. وهنا عندي شويه تاع لو فرماج، ديما ديما الموزاريلا يقدر يكون جبن ابيض. دونك ناخذ الخبز ديالي، نسيني نحوس على الجانب اللي يكون ابيض، اللي حنحمرو يكون ابيض. نقدر ندير شويه تاع الجبن هكذا، يقدر يكون اون صوص، صوص الجيريان، مايونيز، كيما حبيتو. وندير الدجاج، نقدروا نزيدو البطاطا لداخل، الناس اللي تحب لا فريتور تقدر تزيد. شوفوا لي الدجاج كيفاش مشمخ من اروع ما يكون هكذا. اوب الى ستو البطاطا حيكون مشبع، وانا ما حبيتش، قلت ندير هادو كوتي هذيك البطاطا العزيزه اللي درناها. دونك هكذا، ونجي ونغلقو بهاد الطريقه اللي كامل الناس تعرفها هكذا، ونجوز ونحطو فوق لاغري. وهكذا ساندويتشات تاع نهار اليوم وجدوا، ساندويتشات الفاهيتا جاو متشخشخين من اروع ما يكون. انا استعملت كان عندي الموزاريلا، جاو روعه، والكريمه الطازجه جاو هكذاك اولترا هوميد من اروع ما يكون. وشكون يقول باللي بيتوتيين هاد الساندويتشات؟ صدقوني شويه غاليين في المطاعم، ولكن التحضير تاعهم سهل وهين في البيت. تقدروا البطاطا ديروها لداخل، ولكن صدقوني وثقوا فيا ديروها بهذه الطريقه، جو توب، يجو هايلين البطاطا تاعكم، بلا ما تقليوها، بلا ما تفسدوا الزيت، بلا ما تضروا صحتكم. ترافقوهم، تحبوا ديروا غير في المقيله، تحبوا ديروهم في الكوشه تدفعوها طيب، وردوا عليا بالخبر. طبق صيفي دخل الفرحه لقلوبنا وقلوب اطفالنا غير في المنزل، بلا ما نتنقلوا للمطاعم. وكيما على بالنا كامل المطاعم راهي مكتده، دونك دو طون لوطخ نطيبوا اشياء نحبوها ويحبوها الاطفال، ولكن بيتوتيه صحيه وبنينه. واذا جربتوا هالطبق حتكونوا بزاف بزاف فرحانين. نتمنى الفكره تاع نهار اليوم تكون عجبتكم، نتمنى تجربوها وتردوا عليا بالخبر، ونتمنى كذلك تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.